don't even get to cross. السلام عليكم شباب، ان شاء الله تكونوا بخير. مستمرين وياكم بالتحديث، واليوم عندنا تجربه سفينه البات الباس اللي راح تكون مجانيه بالار بي 40. نبدا نشرح عنها. تمتلك دم 344500، سرعه 22.7، قدره على المناوره 7.2، مدى الرادار 12 كيلومتر، مدى السونار 1.36، موارد اعاده تسليح الطائرات 180. التشكيله كالتالي: 2 زيركون والصاروخ 1 ابراهيموس والدرون البريطاني ترانيز والدرون الامريكي ام كيو 20، المروحيه الامريكيه سكوربيون والمدفع الالي الجديد ام ال اس. Yeah.
هسه نجي التقييم للسفينة. السفينة كلش حلوة، لأن إذا مثلا بقت غواصة وبقت سفينة وأنت بعيد عنها تقدر تستخدم الدرونات وتقاتل السفينة. وهنا شباب نكون وصلنا لنهاية المقطع، لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. كان معكم زيبر، مع السلامة.